السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جي لكم اليوم بعملية تلخيص لبعض الدروس خاصة بكل شعب. إذا أول شيء بالنسبة للمشتريات أو ملخص المشتريات، إذا بالنسبة للمشتريات العددية، المشترية هي عبارة عن دالة مجموعة بدئها هي مجموعة الأعداد الطبيعية، أو هي عبارة عن أعداد طبيعية ترفق كل عدد طبيعي بعدد حقيقي، ربما يكون عدد حقيقي سالب أو عدد حقيقي موجب، إلا أن هذه الآن يجب أن تكون عددا طبيعيا. إذا أول شيء، في أغلب الأحيان يطلب اتجاه التغير. المشترية لعملية حساب اتجاه تغيرها دائما نحسب الفرق. انطلاقا من إشارة الفرق نستطيع الحصول على اتجاه التغير. إذا كان الفرق هنا موجب فإن المشترية حتما متزايدة، معناها إذا كان ولئن زائد واحد ناقص ولئن أكبر من الصفر، معناها أن ولئن زائد واحد أكبر من ولئن، معناها هنا المشترية تتزايد. أما إذا كان الفرق سالبا فإن المشترية متناقصة، إذا كان الفرق سالب فإن المشترية متناقصة، وإذا كان يساوي الصفر فإنها ثابتة. إذا هذا في حجم إذا أمكننا معرفة إشارة الفرق. أما إذا كانت المشترية حدودها كلها موجبة، نقوم بعملية مقارنة حاصل القسمة بالنسبة للواحد. نحسب أولي آن زائد واحد على أولي آن، إذا كانت أكبر من الواحد فالمشترية متزايدة، وإذا كانت أصغر من الواحد فالمشترية متناقصة، وإذا كانت تساوي الواحد فإن المشترية ثابتة. هذا في حالة ما إذا كانت حدودها كلها موجبة. أما إذا كانت حدودها سالبة فنقوم بعملية حساب حاصل القسمة، ولكن هنا سوف نتحصل على العكس. إذا كان حاصل القسمة أكبر من الواحد فالمشترية هنا متناقصة، وإذا كان أصغر من الواحد فالمشترية متزايدة، وإذا كان دائما يساوي واحد فالمشترية ثابتة. هذا بالنسبة لعملية حساب اتجاه التغير يا شباب. إذا على حسب قدرات أو الكفاءات لدى التلميذ يقوم بعملية استخدام الطريقة المناسبة لعملية إثبات اتجاه التغير. إذا هناك المشترية الحسابية، وهي مشترية عددية، لأن المشتريات هناك المشترية الحسابية والمشترية الهندسية، وهما حالة خاصة من المشترية العددية. سميت عددية لأنها تبدأ من مجموعة بدئها هي مجموعة الأعداد الطبيعية. بالنسبة لمجموعة الأعداد الطبيعية هي واحد صفر واحد اثنان ثلاثة إلى غير ذلك من الأشياء التي هي عبارة عن أعداد قابلة للعد. إذا المشترية الحسابية لعملية، إذا ذكرت الآن المشترية حسابية أساسها R. إذا لعملية إثبات أن المشترية حسابية نقوم دائما بعملية حساب الفرق. يجب أن يكون الفرق ثابتا حتى تكون المشترية حسابية، أو تعريفا أن الآن متتالية حسابية، يعني أنه من أجل كل عدد طبيعي أن فإن أولي أن زائد واحد ناقص أولي أن ثابت حقيقي، وهذا الثابت يسمى أساس هذه المتتالية. بالنسبة لعملية إيجاد العلاقة بين كل حدين من مجموعة، بالنسبة لكل حدين أن و بي هما عددان طبيعيان، لا نستطيع عملية الحكم على أن أن أكبر من بي أو بي أكبر من أن. مهما كان هناك علاقة وطيدة بين هذين الحدين، أن كل حد يساوي الحد الآخر زائد الفرق بين الدليلين، دليل الموجود على اليسار ناقصا الدليل الموجود على اليمين، مضروب في أساس هذه المشترية. إذا كانت المشترية هنا مشترية حسابية دائما، إذن وأساسها R. إذا كان مشترية حسابية نستطيع عملية كتابة أولي صفر بدلالة أولي سبعة. أولي صفر يساوي أولي سبعة زائدا صفر ناقصا سبعة في R. أولي خمسة نستطيع كتابتها بدلالة أولي ثلاثة. أولي خمسة تساوي إلى أولي ثلاثة زائد خمسة ناقص ثلاثة في R. المهم الفرق بين الدليل الموجود على اليسار ناقص الدليل الموجود على اليمين مضروب في الأساس R، هذه العلاقة بينهما. وإذا أردنا عملية حساب R نقوم بعملية استخدام هذه العلاقة وإخراج R من هذه العلاقة، فنتحصل على أن R هو عبارة عن الفرق بين كل حدين على الفرق بين دليلي هذين الحدين، أي أن R يساوي أولي N ناقص أولي P
على ان ناقص بي ان ناقصان بي. اذا الفرق بين الحدين على الفرق بين دليلي هذين الحدين نتحصل على اساس هذه المتتالية. اذا هذه بالنسبة للمتتالية الحسابية، حدها الاول اذا كان حدها الاول اولي صفر فعبارة حدها العام دائما تكتب على الشكل السابق، هذا نستخدم فيه هذا، هنا نعوض بي بي صفر ونتحصل على هذه العبارة. إذا كان الحد الأول هو أولي واحد نعوض هنا بالواحد فنتحصل على أن أولي آن يساوي إلى أولي واحد زائدا آن ناقصا واحد في آر، ونتحصل على العبارة العددية بعملية تعويض الأعداد بما تساويها. وكل متتالية كتبت على الشكل التالي، اللي هي كتبت على الشكل التآلفي أن أولي آن يساوي آ آن زائد بي، فهي متتالية حتما حسابية أساسها هو العدد المضروب في ا، العدد المضروب في ان اللي هو ا، وحدها الاول هو بي، وحدها الاول هو بي. مثلا اذا كان اعطانا 3 ان زائد 5 فالاساس هنا 3 والحد الاول هو 5 اذا اعطيت من اي شكل. اذا عدد الحدود دائما بالنسبه لي عدد الحدود او عدد الاعداد الموجوده بين مجموع أعداد معينة، إذا أردنا عملية حساب عدد الحدود دائما هو دليل الحد الأخير ناقص دليل الحد الأول زائدا واحد، وهذا بالنسبة لي عدد الحدود دائما يدخل في مجاميع المتساليات الحسابية أو المتسالية الهندسية. يا شباب مجموع حدود متتابعة متسالية حسابية دائما يساوي إلى نصف عدد الحدود مضروب في الحد الأول من المجموع زائدا الحد الأخير من هذا المجموع. إذا هذا القانون يحفظ هكذا ولا يحفظ بدلالة أن، لأنه لو حفظناه بدلالة أن لكان الخطأ نسبة الخطأ كبيرة وكبيرة جدا. وعليه دائما يجب أن نحسب عدد الحدود بهذه الطريقة حتى لو كانت في هذا المجموع علاقة أن، إذا كانت فيها أن أو ليس فيها أن نحسبها للتأكد من عدد الحدود. نكتب هنا عدد الحدود نقسمه على 2 الحد الأول من المجموع زائد الحد الأخير من المجموع، هذا بالنسبة للمتتالية الحسابية. بالنسبة لاتجاه تغير المتتالية الحسابية هو انطلاقا من إشارة الأساس، اتجاه تغير المتتالية الحسابية حسب إشارة أساسها، إذا كان موجبا فالمتتالية متزايدة وإذا كان سالبا فالمتتالية متناقصة. إذن الأساس هو أصلا الفرق بين أولي آن زائد واحد ناقص أولي آن واتجاه التغير على حسب الفرق، إذن على حسب الآر، إذا كان الآر موجب فالمتتالية متزايدة وإذا كان الآر سالب فالمتتالية متناقصة. إذا كان الفرق سالب هنا أخطأنا في عملية كتابة، إذا كان الفرق سالب فالمتتالية متناقصة. إذن هذا بالنسبة للمتتالية الحسابية، المتتالية الحسابية إذن هذا هو ملخصها. المتتالية الهندسية كذلك نفس الشيء، إذن المتتالية الهندسية حتى تكون متتالية هندسية يجب أن يكون حاصل قسمة كل حدين هو عدد ثابت، عدد ثابت هذا إذن حاصل قسمة كل حدين هو عدد، إذا كل حدين هو عدد ثابت إذن وهذا العدد الثابت يسمى أساس هذه المتتالية، أساس هذه المتتالية. إذن وعلى بركة الله إذن إذا أطلب منا عملية إيجاد أو إثبات المتتالية الهندسية نحسب فيريان زائد واحد على فيريان، إذا كان ثابت فالمتتالية أي أنه ثابت معناها أنه لا يتعلق بأن. إذن بعدها لدينا العلاقة بين كل حدين، نفس الشيء بالنسبة للمتتالية الهندسية سميت هندسية لأن الهندسة فيها عملية الضرب. إذن فيلي أن تساوي إلى فيلي بي في كيو أس، الدليل الموجود على اليسار ناقص الدليل الموجود على اليمين، حيث هذا الكيو هو عبارة عن أساس هذه المتتالية. إذن هذا بالنسبة للمتتالية الهندسية، العلاقة بين كل حدين هذه علاقة أساسية، إذا كان حده الأول هو فيري صفر نعوض هنا بصفر فنتحصل على عبارة الحد العام ونعوض فيري صفر وكيو بما تساويها. وكل متتالية كتبت على الشكل فيري آن يساوي آ في بي أس آن، هي متتالية حتما هندسية أساسها هو العدد المرفوع إلى قوى آن، وحدها الأول هو العدد الذي يكون بجانبه اللي هو A.
إذن المجموع دائما لدينا قانون خاص بالمجموع، يحفظ هكذا هذا المجموع ولا يحفظ بدلالة أن، لأن ولو قلنا عملية حفظي بدلالة أن لكانت لا كانت نسبة الخطأ كبيرة وكبيرة جدا. إذا المجموع والمتابعة متجرية هندسية دائما يساوي إلى الحد الأول من المجموع، الحد الأول من المجموع وليس الحد الأول للمتجرية. مضروب في الأساس أس عدد الحدود ناقص واحد على الأساس ناقص واحد، أو نقول أنه الحد الأول من المجموع في واحد ناقص الأساس أس عدد الحدود على واحد ناقص الأساس بهذا الترتيب. إذن الواحد دائما يرتب بنفس الترتيب، والأساس أس عدد الحدود والأساس يرتب بنفس الترتيب. إذا ولدينا بالنسبة للمتسارية الهندسية، إذا كانت فيري آن متسارية هندسية فإنه من أجل كل عدد صحيح كا، فإن المتسارية فيري آن أس كا هي متسارية حتما هندسية أساسها كا أس كيو أس كا، وحدها الأول هو فيري صفر أس كا. إذا هذا بالنسبة للمتسارية الهندسية والحسابية، وملخص على هذه المتتالية. والتراجعية دائما تحسب بالعلاقة التراجعية على حسب الدالة المرفقة، على حسب الدالة المرفقة، وهذا الملخص خاص بكل الشعب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم الأستاذ وليد أحمد من مدينة تمن راست.